السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة أسبامرز. سنتطرق في هذا الفيديو الرائع والحصري والجديد إلى كيفية الحصول على 10 دولارات بالمجان، يعني عن طريق عملية بسيطة ستتمكن من الحصول على 10 دولارات عبر شحن الهاتف الخاص بك، يعني ستقوم بشحن بطارية الهاتف الخاص بك. عملية رائعة جدا وموقع صادق وموثوق 100%، يعني أنا حصريا قمت بالبحث عن هذا الموقع وتأكدت أنه موقع صادق وليس بنصاب. ستتمكن بالحصول على 10 دولارات، يعني نعم متابعينا الكرام ستحصلون على 10 دولارات يوميا من هذا الموقع الصادق. يمكنك استعمالها يومين يعني، أو إضافتها لهواتف أخرى يعني مثل هواتف أصدقائكم أو أي هاتف، إن كان لديك هاتفين يعني يمكنك الحصول على 20 دولار. أما طريقة الدفع الموقع فهي عبر الباي بال، يعني عن طريق الجيفت كارد. يمكنك الحصول على جيفت كارد للباي بال أو جيفت كارد لإي باي. والآن إن لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والآن نترككم مع الفاصل التالي. في البداية تقومون بالتوجه إلى هذا الموقع، ستجدون الرابط مرفق أسفل الفيديو، يعني هذا هو التطبيق المسمى بتشارجر باي، هذا بصيغة APK لأنه غير متواجد في البلاي ستور، يعني هذا هو التطبيق الذي سيتيح لكم 10 دولار بمجرد شحن الهاتف الخاص بكم. هنا ستقومون بتحميل هذا التطبيق ثم تقومون بوضعه في الهاتف الخاص بكم، يعني يمكنكم تحميله من الهاتف الخاص بكم. هنا سنقوم بتنصيب التطبيق، يعني هذا هو التطبيق، هذا فقط، هذا هو التطبيق. هنا تقوم بعملية انستالي وتنتظر، يعني هو يقوم بعملية الانستالي، يعني يقوم بتنصيب التطبيق. هنا تم تحميل التطبيق وتنصيبه، سنقوم بالدخول الى التطبيق هذا المسمى بتشارجر باي. نقوم بالدخول الى التطبيق، هنا ستقوم بتسجيل حساب، ستنقر الى هنا ثم هنا، هنا ستقوم بانشاء حساب خاص بك، هنا تقوم بادخال الاسم الخاص بك، انا سنقوم بادخال اسمي، هنا سادخل الايميل او البريد الالكتروني الخاص بكم يعني. تدخل كلمة باسورد أو كلمة سر يعني، وتنقر على ساين اب. هنا قد فتح معنا التطبيق، انظروا هذا هو التطبيق. هنا يعني تقوم بشحن الهاتف الخاص بك، يعني تقوم بوضع كابل الهاتف الخاص بك وتتركه هنا يعمل، يعني هو الهاتف سيقوم بإخراج عديد الإعلانات، يعني هنا هذه الألف نقطة يعني بعشر دولار، يعني ستترك الهاتف ليصل يعني اللي يصل إلى 100%، وهكذا ستتحصل على النقود. يعني تطبيق صادق 100% وموثوق، يستعملون عديد الأشخاص ويحتكرون عديد الأشخاص، يعني يقولون أنه ليس بتطبيق صحيح لكنه في الحقيقة صحيح ويعطي 10 دولارات. يعني هو هنا يظهر الإعلانات، يعني هو سيقوم بإظهار إعلانات. أنت ستترك الهاتف الخاص بك، يمكنك استعمال هذا التطبيق في الليل يعني، فعند النوم يمكنك وضع هذا التطبيق وهكذا يعمل، وأنت ستحصل على الألف، هذه 100 ألف والتي تساوي 10 دولارات، يعني مجرد وضع الهاتف ليلة كاملة يعني ليصل 100%، وهكذا ستحصل على 10 دولارات، وسيمكن تتمكن يعني بتحويلها إلى الباي بال. هنا هو يقوم بإظهار الإعلانات لودينج أدس، يعني هذه هي الإعلانات. هنا تنقر على هذه يعني السيتينجز، هنا ريورد ايميل، هنا الايميل الخاص بي يعني هذا الايميل الخاص بي. هنا الجيفت او طريقة سحب يعني النقاط التي ستتحول يعني الى دولارات، يعني طريقة بسيطة جدا ستمكنك من الحصول على 10 دولارات. هنا الجيفت كارد التي ستتمكن من الحصول عليه، يمكنك اخذ جيفت كارد امازون او العديد، يعني هناك عديد من الجيفت كارد، هي جيفت كارد بيست باي، يمكنك يعني شراء من هذا الموقع رائع. هنالك العديد،
مثلا هنا جيم كارد لفيسبوك، يعني يمكنك شراء الألعاب عبر فيسبوك. هناك العديد هنا الجوجل بلاي، يعني عديد الأشياء هنا الإيتونز يعني الأبل، ستجد الكثير في هذا الموقع. هنا البلاي ستيشن والعديد كذلك، يعني هكذا هي ستيم، يمكنك الحصول على ستيم كذلك، يعني بطاقة $10 لستيم، ويمكنك شراء السكينز أو الألعاب من الموقع. يعني هذا هو الموقع وصادق 100%، وهذا التطبيق رائع جدا. هنا الريورد إيمان هو إيمان خاص بي، يعني هذا هو التطبيق. وإلى هنا أعزائي الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو، فإن أعجبكم الفيديو نرجو منكم الضغط على إعجاب ودعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وأنا أترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة أسبامرز.